بصي، في نوع من النرجسية أنا ما بحبوش. يعني في فرق بين إنك عبقري واحد من الملحنين العبقرة اللي التاريخ مش هينفع ينكرهم، لكن لسه مين ما زعلتوش؟ ما عادش، ما أعتقدش عنده حد، خلاص كفاية. عاب في كل زمايله، وانت بتعيب في زمايلك انت بتعيب في مهنتك، لان لو زمايلك معيوبين مهنتك معيوبة. فانا شايف ان نكبر بعض احسن. دي حقيقة، أنا بعترف قدام الدنيا كلها إن أنت أكتر واحد أما حد بيضايقني أنت اللي بتدافع عن عمرو مصطفى. يبقى تعمل معاه كده؟ لا خلاص.